مرحبا بكم وإلى نشرة الأخبار. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن دولة الإمارات ماضية في خططها الاستراتيجية لتنويع اقتصادها الوطني بعيدا عن الاعتماد على النفط، مشددا سموه على أن الدولة لديها رؤية اقتصادية واضحة للمستقبل من خلال إيجاد قطاعات اقتصادية جديدة وإعادة صياغة القطاعات الحالية على مستوى عالمي جديد. جاءت تصريحات سموه خلال إطلاقه بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي مدينة دبي لتجارة الجملة أكبر مدينة عالمية لتجارة الجملة والتي تمتد على مساحة 550 مليون قدم مربع بتكلفة 30 مليار درهم لتكون المدينة الأضخم عالميا لتجارة الجملة والتي تهدف لاستحواذ الإمارات على نسبة من قطاع اقتصادي عالمي يبلغ حجمه 4 تريليون و300 مليار دولار سينمو خلال السنوات الخمس القادمة ليبلغ 4 تريليون و900 مليار دولار. تضم مدينة دبي لتجارة الجملة أسواقا لجميع قطاعات الجملة ومستودعات ومراكز شحن وخدمات جمركية وشركات تأمين وحلول تخزين وخدمات مصرفية ووحدة سكنية وفندقية. تتضمن مخططات المدينة إقامة معارض دولية دائمة على مدار العام وربطها مع ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي وتوفير دعم لوجستي لربط 4 قارات عالمية بشكل كامل مع المدينة الجديدة والتي ستكون عاصمة العالم لتجارة الجملة وستضم أهم 15 ألف تاجر جملة دولية. ختم سموه تصريحه بقوله هدفنا كان وسيبقى اقتصادا وطنيا مستدما، نحن لم نراهن سابقا على النفط ولن نراهن مستقبلنا له. شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله منتسبي الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني، وأشاد سموه بشجاعتهم وحرفيتهم العالية في التعامل السريع مع الحوادث خاصة عمليات الإطفاء والإنقاذ، منوها سموه في هذا السياق بالإنجاز العظيم الذي حققه رجال الدفاع المدني في التعامل مع حادث حريق فندق العنوان في منطقة برج خليفة خلال الاحتفالات برأس السنة الميلادية وما أبدوه من شجاعة وإقدام في هذه العملية التي استحوذت على اهتمام وإعجاب العالم. وصف سموه هؤلاء الرجال بفرسان الميدان، جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه لمركز شهداء الإمارات التابع لإدارة الدفاع المدني في شارع الشيخ زايد ظهر اليوم. رافقه خلالها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ومعالي الفريق ضحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي وسعادة الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي. هذا وقد صافح سموه رعاه الله في بداية الزيارة منتسب الدفاع المدني في دبي يتقدمهم سعادة اللواء خبير راشد بن ثاني المطروشي القائد العام للدفاع المدني في وزارة الداخلية وثلة من كبار الضباط، حيث هنأهم سموه بيومهم العالمي الذي تحتفل به جميع إدارات الدفاع المدني حول العالم متمنيا لهم تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاح والتقدم على الصعيدين العملي والشخصي. وخلال الزيارة التي التقطت لسموه صور تذكارية مع كوادر الدفاع المدني تخليدا لمنجزاتهم واحتفالهم باليوم العالمي للدفاع المدني. قدم صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن محمد راشد علي الضنحاني الذي استشهد ضمن قوات التحالف العربي في عملية إعادة الأمل في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة. وعرب سموه خلال زيارته اليوم لمجلس العزاء في منطقة قدفع في الفجيرة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الشهيد محمد راشد علي الضنحاني، داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلطان.
تبادل سمو الأحاديث الودية مع والد الشهيد وذويه، مؤكدا سموه أن أبناء دولة الإمارات كما عهدناهم رجال مواقف وقت الشدائد والتحديات، أبطال في ساحات العز والشرف، حملوا أرواحهم على أكفهم فداء لوطنهم وأمتهم، فكانوا عند حسن الظن وأكثر. وقال سموه إن دولة الإمارات وشعبها وقيادتها فخورة بأبطالها وعطائهم وتضحياتهم وشجاعتهم التي أشار إليها البعيد قبل القريب، وأن الوطن محظوظ بهذه الكوكبة الغالية من شباب الوطن التي أثبتت كفاءتها وجدارتها وقدرتها على البذل والعطاء والتصدي للتحديات والتغلب عليها. أضاف سموه إن مستقبلنا بإذن الله مشرق بسواعد أبنائنا وبناتنا الذين يقدمون أروع الأمثلة في العمل والتفاني والتضحية لأجل الوطن وعزته. رافق سموه خلال أداء واجب العزاء معالي اللواء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس جهاز أمن الدولة، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبو ظبي، وسعادة حميد الشمري الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران والخدمات الهندسية في شركة مبادلة. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشرقة قرارا إداريا لسنة 2016 بشأن تشكيل مجلس أمناء جائزة الشرقة لأطروحات الدكتوراه في العلوم الإدارية في الوطن العربي. نص القرار في مادته الأولى على يعاد تشكيل مجلس أمناء الجائزة برئاسة الأستاذ عبد الله سالم الطريفي وعضوية كل من الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية المنبثقة عن الجامعة العربية، نائبا لرئيس مجلس الأمناء والدكتور علي محمد عبد العزيز بن درويش، والأستاذ الدكتور حسين عبد الله حسن التميمي، والأستاذ الدكتور عز الدين سالم خليفة، والدكتور إبراهيم علي عبد الله المنصوري، والدكتور عزام حسين أرميني. قضت المادة الثانية بأن تكون مدة العضوية في المجلس 3 سنوات يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة بقرار من صاحب السمو حاكم الشرقة تبدأ من أول اجتماع له. يستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم. يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. كما واعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشرقة اليوم جميع التعويضات المستحقة للمتأثرين من المشاريع التطويرية في إمارة الشرقة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 55 مليون درهم، سيتم صرفها الأسبوع المقبل ل 113 مستفيدا في مختلف المدن والمناطق التابعة للإمارة. هذا وقال سعادة وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية بالشرقة إنه رغم وجود التزامات مالية عديدة على الحكومة، فإن صاحب السمو حاكم الشرقة يوجه دائرة المالية المركزية بإعطاء أولوية خاصة للتعويضات كونها تمثل حقوقا للغير يفترض أن تسدد إلى أصحابها بسرعة ممكنة. هذا وستقوم الدائرة بتجهيز الدفعات وتسليمها إلى دائرة التعويضات في دائرة التخطيط والمساحة بالشرقة خلال 2 يوم، ومن ثم سيتم تسليمها إلى المستفيدين خلال الأسبوع القادم. نعى ديوان صاحب السمو الشيخ أحمد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان اليوم المغفور له بإذن الله الشيخ محمد بن ناصر بن راشد النعيمي نجل نائب حاكم عجمان الذي وافته المنية يوم 27 فبراير الماضي، وفيما يلي نص البيان الصادر عن ديوان حاكم عجمان. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق الله العظيم. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ أحمد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المغفور له بإذن الله الشيخ محمد بن ناصر بن راشد النعيمي نجل نائب حاكم عجمان الذي وافته المنية يوم 18 جمادى الأول عام 1437 الموافق 27 فبراير 2016 ميلادية. ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم عجمان إلى سمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي وأسرة آل النعيم الكرام بصادق العزاء والمواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. تقام صلاة الجنازة على روح الفقيد في مسجد الشيخ زايد في إمارة عجمان يوم غد الأربعاء الساعة 10 صباحا، ثم يوارى جثمانه الثرى في مقبرة عجمان بمنطقة الجرف، ويتقبل
ذو الفقيد العزاء في منزل والده بمنطقة مشيرف، وتقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة عجمان لمدة 7 أيام اعتبارا من اليوم. كما ونعى ديوان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة اليوم المغفور له بإذن الله الشيخ محمد بن ناصر بن راشد النعيمي نجل النائب حاكم عجمان الذي وفته المنية يوم 27 من شهر فبراير الماضي، وفيما يلي نص البيان الصادر عن ديوان حاكم الفجيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق الله العظيم. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو حاكم الفجيرة المغفور له بمشيئة الله تعالى الشيخ محمد بن ناصر بن راشد النعيمي الذي وافته المنية يوم 27 من شهر فبراير 2016. ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الفجيرة بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وإلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، وإلى آل النعيم الكرام، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بقصر سموه بالرميل اليوم معالي الشيخ عبد الله بن محمد الحامد رئيس هيئة الطاقة في العاصمة أبوظبي. وثمن صاحب السمو حاكم الفجيرة خلال اللقاء جهود هيئة الطاقة في أبوظبي متمنيا للشيخ عبد الله الحامد وللهيئة التوفيق والنجاح في مهام عملها بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن. من جانبه شكر معالي الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي على حسن الاستقبال والحفاوة الكبيرة التي أحاطته بها إمارة الفجيرة. حضر اللقاء سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة. قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن محمد راشد علي الضنحاني الذي استشهد خلال أدائه واجبه الوطني في عملية إعادة الأمل ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن. وأعرب سموه خلال زيارته صباح اليوم مجلس العزاء في منطقة قدفع في الفجيرة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الشهيد البطل، داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. رافق سموه الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير شؤون المواطنين في الديوان الأميري في الإمارة. ترأس سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشريقة نائب رئيس المجلس التنفيذي صباح اليوم في مكتب سمو الحاكم اجتماع المجلس الذي ناقش عددا من الموضوعات الحكومية الهامة والتي تخدم سير العمل الحكومي في الإمارة إلى جانب الاطلاع على عدد من المشروعات الخدمية في مدن ومناطق الإمارة. ضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة اطلع المجلس على عدة مذكرات واطلع على عدد من المشاريع، ومن أهمها اطلع على جدول أعمال الجلسة الثالثة لدور الانعقاد العادي من الفصل التشريعي 9 للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة المتضمنة مناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات هيئة الطرق والمواصلات في الإمارة. كما اطلع المجلس على عدد من المراسيم الصادرة من صاحب السمو حاكم الشارقة. انطلقت صباح اليوم أعمال مؤتمر الدفاع المدني والإعلام الحديث في العاصمة أبوظبي، وذلك برعاية وحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعدد من السادة الضباط والمسؤولين في فندق ريتز كارلتون في العاصمة أبوظبي. الزميل أيمن مصبح حضر هذه الفعاليات وعد لنا التقرير التالي.
برعاية وحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبالتزامن مع اليوم العالمي للدفاع المدني، انطلقت صباح اليوم في العاصمة أبوظبي أعمال المؤتمر الدولي الدفاع المدني والإعلام الحديث احتفالا باليوم العالمي للدفاع المدني الذي تنظمه القيادة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية، وذلك في فندق ريتز كارلتون أبوظبي. الدفاع المدني جهاز كفء ويستعين الآن بكافة تقريبا يعني الإمكانيات والتقنيات الحديثة في كافة المجالات، وهذا ما في شك جزء لا جزء من منظومة الدفاع المدني ومن المتطلبات للتطوير في هذا المجال. وتضمنت الجلسة الرئيسية مشاركة مجموعة من المتخصصين في مجال الإعلام في دولة الإمارات ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، يتناولون خلالها دور وسائل التواصل الاجتماعي، كما تناول المؤتمر الدور الجوهري الذي تقوم به أجهزة الدفاع المدني والحماية المدنية في معالجة الكوارث ونتائجها، وأهمية الإعلام بأشكاله المختلفة في نشر الثقافة الوقائية بين أفراد المجتمع الذي يعد فرصة لتنشر وتجديد حملات التوعية والإرشاد الوقائية من الحرائق والمخاطر الأخرى. هذا المؤتمر استقطبنا فيه أفضل الخبراء الموجودين من العالم، من أمريكا ومن بريطانيا ومن ألمانيا، بحيث أن يعني نتحاور نتناقش نشوف في أفضل ممارسات تجارب موجودة في هذا المجال، واستغلال وسائل التواصل الحديث بحيث أن نحن نوصل رسائل التوعية إلى جمهورنا الحبيب. الإعلام الجديد يلعب دور كبير في التأثير على المجتمع، والدفاع المدني أحد المشاركين في هذا الدور، لأن الإعلام يقوم بنقل الصورة للمجتمع، له تأثير ويتأثر بالمجتمع. فمن هذا الباب لابد أن يكون للمؤسسات سواء كانت التعليمية والتثقيفية والمدنية، جميع المؤسسات المدنية، أن تشارك في توعية أبناء هذا المجتمع، بدءاً من الشباب والأطفال والنشأة، لأن هذا دورهم مهم في توصيل الرسالة التي يريدها الوطن لحماية أبنائه من أي تدخل خارجي في أفكارهم وثقافتهم. وتقام بهذه المناسبة احتفالات في جميع إدارات الدفاع المدني في دولة الإمارات تحت هذا الشعار، وفقا للبرنامج الذي وضعته اللجنة العليا، وتفاعلا مع دور الإعلام الحديث في نقل المعلومة بأقل مدة زمنية وتأثيره على شرائح المجتمع. تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة العالم قاطبة كل عام في الأول من مارس في اليوم العالمي للدفاع المدني، والذي جاء هذا العام بعنوان الدفاع المدني والإعلام الحديث. من فندق الريتز كارلتون، أيمن مصبح، قناة الظفرة. استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في مكتب سموه في قصر الرئاسة اليوم كيتشرو أوكابي رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة بين دولة الإمارات واليابان وعددا من أعضاء الجمعية. جرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات واليابان في شتى المجالات، خاصة العلاقات الاقتصادية والثقافية والاستثمارية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية والزيارات المتبادلة بين البلدين الصديقين. أشاد سموه بالدور الذي تقوم به الجمعية في دفع مسيرة علاقات الصداقة بين البلدين إلى آفاق جديدة من التفاهم والتقارب والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مما يعود بالخير والمنفعة أو المنفعة على شعبي البلدين الصديقين. من جانبه أكد رئيس المجلس أن عمق العلاقات بين البلدين، منوها بالدور الريادي الذي تلعبه دولة الإمارات في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بديوان عام الوزارة اليوم معالي بيتر سيراتو وزير الشؤون الخارجية والتجارة لدى جمهورية المجر. تم خلال اللقاء بحث العلاقات القائمة بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، خاصة في المجالات السياسية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقد وقع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتجارة المجري على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية المجر. أما الآن إلى آخر الإغلاقات لمؤشري الأسواق المحلية لليوم.
نوافيكم الآن بدرجة الحرارة العظمى والصغرى في مدن دولة الإمارات. نهاية النشرة، أشكركم لحسن المتابعة وبنلقاكم على خير بإذن الله.